أعرب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عن ثقته ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن المفوضية الأوروبية ليس لديها خطة بديلة تجاه عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لأن بريطانيا ليس لديها إمكانية أو نية للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس المفوضية الأوروبية مرارا وتكرارا إنه ليس من بين القضايا التي تبحثها بريطانيا والاتحاد الأوروبي خيار الخروج من أوروبا. لو كانت المفوضية الأوروبية قد وضعت الخطط البديلة فهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي وصل إلى أفكار خطيرة، لكن المفوضية الأوروبية لم تضع خطط بديلة واكتفت بالخطة الأولى، وكذلك فعلت بريطانيا ما يعد بمثابة خطة واحدة إيجابية وبناءة للبقاء في الاتحاد الأوروبي.